الأخصائيين في تقويم العمود الفقري للتغلب على الآلام التي قد يتسبب فيها انزلاق الغضروف والآلام المصاحبة له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. معكم مركز عدنان المغربي تكون فقرات ديال العمود الفقري. استعرف واحد الشخص اللي جا في واحد الحالة ديالو تالها، غتشوفوا التصاور ديالو في المقدمة ديال الفيديو. واحد لاسكولوز عنده عوجة في الحوض، يعني 100% كما تنقولوا، عوج بزاف. كان مسكين، يعني اللي كيدير مثلا الحوض مرة يولي اليمين مرة يولي اليسار. سي عرفة من بعد حسن دوز معنا غادي يقول واحد الشهادة بحقنا كي كانوا كيولا ومعنا تكهرت قبل. سي عرفة، السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، شفتوا الكاميرا وقف وهضر وقول اللي بغيتي. انت وقف نورمال، وقف نورمال عادي. السلام عليكم، انتم شفتوا في التصاور كيفاش جيت في الاول، جيت معوج واحد العوجة ماشي عادي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وسي عدنان دابا على الله واحد مدة ديال شهر ولا شي حاجة، انا تحسنت كل واحد 70% دابا الحمد لله. وهذاك الحريق ما بقاش، الحريق ما بقاش، نعاس كتنعس، نعاس ما كنتش كنعاس واحد الشهرين ما كنعاسش كاع، ما كانش يتقن كاع في الخباز، كطلع لي في الخباز بشقة ماشقة في النفس، ما تقدرش قول الناس اللي كاين، قول الناس اللي المغص اللي ناكلو ما تقدر تدور لا هيدا لا هيدا، كنتي ما تجيش في الطواليط، ما تقدرش تجلس في الطواليط، ما تقدرش تصلي، ما تقدرش تجلس، ما تقدرش في الشهر الرابع هادي؟ الحمد لله دابا تحسن دايم. كاين في التصاور صورنا قلنا له كانت عوجية عندك ودابا كيوليتي. دابا هذا الفيديو حنا بغينا نديروه باش نشرحوا للناس هذه الفائدة ديال تكون، تفضلوا نشرحوا للناس الفائدة ديال تكون فقرة العمود الفقري. دابا تكون فقرة العمود الفقري شنو كتقول عليه أنت؟ هو اللي هذا المرض اللي كنشوف أنا الحل ديالو هو التقويم، حيت المشكل الميكانيك هو انزلاق الغضروف في الرجاع الميكانيك. أما الطبيب كتمشي عنده الحل كل العملية. باش نقولوا كاين اللي طالع خصها العمليه، كاين شي حالات خصهم عمليه ما خصهمش، كاين شي حالات اللي بتكون كيتحصلوا. المهم شنو كتقول في المراكز عندنا الناس اللي عمرها سلعه وكاين الخدمه صراحه الله يعطيكم الصحه والله يرزقكم. المهم انت كتلقى مع الناس عندنا كيجيو عندنا شنو تيقولوا عليا الحمد لله في الله سبحانه وتعالى مزيانه. انا اصلا الناس وصلوني يجي عندكم الناس اخر اشهار وهذه الناس قالوا بسرعه دازوا عندكم وكاين صفونا يجي عندكم ويجينا عندكم سبحان الله وجينا عندكم الحمد لله. فضل الله سبحانه وتعالى نحن كنفتخروا بهذه الشهاده ديالك، مني انا الحمد لله كنتي بواحد الحويجاج اللي واحد كنتي باقي في الامل في العلاج. فضل الله سبحانه وتعالى نحن انا وليكيب اللي عندنا يا خويا حسن وامي قول الناس تعاوننا عليك الحمد لله، تعاوننا عليك الحمد لله وما توقفتش على رجليك. المهم تعاون الخير احسن من كل شيء. انتم كنا كتشوفوا اخواني اخواتي، خويا عرفه من دين طنجه جعدنا المركز ديالنا في طنجه الحمد لله، وحشه اللي في حقنا كنعتزوا بها. مرحبا بكم في مركز عدنان المغربي اسمه عمود الفقري، مركز الاخوان بوشو فرع طنجه كازا سلا. واي ما شغل تصافوا طبعا على الصفحه ديالنا في الفيسبوك ولا القناه ديالنا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الأخصائيين في تقويم العمود الفقري للتغلب على الآلام التي قد يتسبب فيها انزلاق الغضروف والآلام المصاحبة له. يعانون من آلام أسفل الظهر مع وصول الآلام للقدمين، وأثبتت الدراسات أن العلاج المرتكز على تقويم العمود الفقري لدى 87% من المرضى الذين كانوا فقدان القدرة على العمل كليا عادوا إلى العمل بشكل عادي مع انخفاض مهم في الألم بل واختفائه بشكل كلي.